ينضم معنا من صيدا اللبنانية للحديث عن 100 يوم من تسلم حكومة حسان دياب السلطة واستمرار الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان السيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. أستاذ حسان، بداية مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير. كيف تنظر وتقيم المشهد في لبنان بعد مضي 100 يوم على تسلم حسان دياب الحكومة؟ أولا أن هذه الحكومة هي تمثل طرفا واحدا على الساحة اللبنانية، هو المجموعة المؤيدة لحزب الله والخاضعة لسلطة حزب الله والمتمثلة بالثنائي الشيعي الذي يمثل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. وهي عملت منذ سنوات على عزل لبنان عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، وهي لا تلتزم بالقرارات الدولية المتمثلة بالقرار 1701 و1559 و1680، مما يعني أن لبنان في حالة مواجهة مع المجتمع الدولي وفي حالة عداء للمجتمع العربي، وهذا ما يشكل حالة إبعاد للبنان عن محيطه الذي دائما ما كان يقف إلى جانبه في أزماته الاقتصادية وأزماته السياسية وفي معالجة ملفاته الاقتصادية وحتى منها الأمنية والسياسية. لذلك في حكومة اللون الواحد هذا إنما تسعى لضبط الوضع الداخلي تحت هيمنة القوة الأمنية، حيث يتم استدعاء الصحفيين والناشطين وكافة أصحاب الفكر والرأي للتحقيق والتوقيف في بعض الأحيان لمدة أيام بسيطة، ولكن هناك محاولة ترهيب لأصحاب الرأي حتى لا يتم معارضة هذه الحكومة وسياساتها. كذلك على المستوى الاقتصادي عبر التهريب التي طالما تم الحديث عنها طوال سنوات، وهي عددها 146 معبرا باعتراف المجلس الأعلى للدفاع منذ عام 2018، هذه المعابر لا زالت تعمل لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة على حساب الشعب اللبناني. يعني دور ميليشيا اللبناني. دور ميليشيا حزب الله إلى أي مدى ساهم في فشل حكومة حسان دياب التي طرحت نفسها كمنقذ للاقتصاد اللبناني؟ حزب الله يريد هذه الحكومة أن تكون واجهة لمزيد من الهيمنة على الساحة اللبنانية. يريد أن كان يريد أن يقدم حكومة لا لون لها باعتبار أنها مستقلة وتضم اختصاصيين وأصحاب كفاءات وأصحاب مواقف مستقلة، ولكن في حقيقة الأمر هي تخضع بالكامل لسياساته وتوجيهاته. ومثال على ذلك عندما رفضت الحكومة استقدام المغتربين اللبنانيين من الخارج إلى لبنان خوفا من انتشار وباء كورونا، أطلع علينا حسن نصر الله على التلفزيون في خطاب متلفز وطلب من الحكومة إعادتهم فورا، وهذا ما تم. والآن لبنان يعاني من انتشار وباء الكورونا نتيجة استقدام واستحضار المغتربين اللبنانيين دون مراقبة ودون حجر صحي على الساحة اللبنانية. كذلك المعابر الحدودية التي تستخدم لتهريب المواد الأولية الأساسية للبنانيين مثل المازوت والطحين والغاز، هذه كلها تم تصديرها إلى سوريا وإلى العراق وإلى إيران على حساب الشعب اللبناني. ولكن كيف لحكومة أشار إلى كيف لحكومة أن تسمح بهذا النفوذ لمكون سياسي أن يتلاعب بالاقتصاد على هذا النحو؟ هذه الحكومة إنما هي تخضع لسياسة حزب الله، هي لا تملك وجهة نظر مستقلة. وزير المالية هو مستشار نبيه دري المالي وهو الذي يرسم سياسات الحكومة المالية، وقد اعتبر صندوق النقد الدولي رشح عن بعض خبرائه خلال المفاوضات أن هناك تباينا في الأرقام التي يتم التعاطي بها خلال المفاوضات مع خبراء صندوق النقد الدولي، بحيث أن هناك ثلاثة أرقام تتحدث عن العجز المالي اللبناني، رقم قدمه وزير المالية ورقم يقدمه حاكمية مصرف لبنان ورقم آخر تقدمه المصارف اللبنانية. هناك تناقض وتنازع سلطات وتنازع حتى رؤية في إدارة السلطة على الساحة اللبنانية سواء كانت مالية أو سياسية. ثم أن ملف الفيول الفاسد وملف الكهرباء الذي يسبب العجز الأكبر على الساحة اللبنانية أو في المالية اللبنانية، أكثر من 55% من حجم الدين العام هو نتيجة العجز الكهرباء وملف الكهرباء الفاسد في لبنان، والذي يتحمل مسؤوليته منذ 20 عاما حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. إذن هناك مشكلة حقيقية، الفاسد هو الذي يجب أن يعالج الفساد، فلذلك لا علاج للفساد، ثم أضف إلى ذلك عملية عزل لبنان عن محيطه بحيث لا يجرؤ أي مكون عربي أو دولي على مساعدة لبنان، لأن هذه المساعدة ستصب في خدمة النظام السوري أو النظام الإيراني وبالتالي حزب الله في لبنان المهيمن على الساحة اللبنانية وعلى السلطة اللبنانية على الساحة اللبنانية.
السيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، شكرا جزيلا لك.